صديقي الأمين أسرى في من خلق أجمعين، السيد باشا المدينة، السيد رئيس دائرة ولاية تيمة، السادة رجال الهيئة القضائية، السادة رجال السلطان المحلي والعسكري والمدنية، السيد رئيس المجلس البلدي بولاية تيمة، السادة النواب والمستشارون البرلمانيون، السادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رجال الصحافة الوطنية الجوية والمحلية، أيها الحضور الكريم والضيوف الأعزاء، إنه لاعتزاز كبير وسرور عميق أن تتشرف مفوضية الشرطة بولاية تيمة أصالة عن نفسها ونيابة عن أسرة الأمن الوطني نساء ورجالا أن ترحب بالحضور الكرام، مثمنة عاليا مشاركتكم المتميزة هيئة الأمن الوطني احتفالاتها بذكرى تأسيسها والتي تصادف هذه السنة الذكرى 58. إن مفوضية الشرطة بمدينة ولاية تيمة وهي تخلد هذا اليوم تستقبلكم في رحاب مقرها لتقاسمكم هذا الاحتفال الذي يزودها تحفيزا وقيمة مضاعفة لخدمة الأمن واستتبابه وإحلال النظام والطمأنينة في أوساط ساكنة هذه المدينة. حضرات السيدات والسادة، لا يساو أمن هذه المدينة إلا أن يكون فخورا بما حققه من إنجازات إيجابية منذ إنشاء هذه المفوضية، وذلك بفضل التعاون الوثيق والملموس الذي أبدته مختلف القطاعات العمومية والخصوصية من أجل تدعيم العمل الأمني بكل تجلياته، حيث انعكس ذلك إيجابا على الرفع من أداء مختلف المصالح هذه المفوضية. وإن أسرة الأمن الوطني لتتقدم بالشكر الجزيل لهذه الفعاليات وتجدد العهد على مواصلة أداء واجبها والانضباط والتعبئة واليقظة والدفاع عن أمن واستقرار ساكنة هذه المدينة والالتزام التام بسيادة القانون وحماية مؤسسات البلاد وثوابتها الراسخة وفاء لشعارنا الخالد الله الوطن الملك. إن العمل الأسمى المهيمن على اهتماماتنا كجهاز للأمن هو جزر المجرمين، والعمل كوحدة متكاملة على وضع وتصدير برامج لخدمة ساكنة هذه المدينة، وذلك باعتماد استراتيجية عمل ترتكز على ما يلي: القيام بعمليات أمنية هادفة مركزة حول النقط السوداء والمجموعة على مدار 24 ساعة، الحضور المتواصل بالشارع العام للشرطة الوقائية والزجرية، التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف القوات العمومية لتحقيق الأهداف الأمنية المسطرة، الدراسة المسبقة والتوزيع المتقن للعناصر والترشيد العقلاني للموارد البشرية لكسب رهان المسألة الأمنية، تأمين التغطية الأمنية لكافة قطاعات المدينة، انفتاح المؤسسة الأمنية على مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تعزيز الأمن المدرسي لأجل حياة مدرسية سليمة من خلال تكثيف دوريات مسترسلة للتصدي إلى جميع الشوائب التي يمكن أن تعرفها جنبات المؤسسات التعليمية سواء أثناء فترات الدراسة أو خارجها، لضبط كل الأشخاص المشبوه فيهم والغرباء عنها والذين يمكن أن يتخذوا من محيط هذه المؤسسات مرتاعا لهم خصوصا خلال فترات وساعة الذروة لجذب تردد المنحرفين ومتلاعبين بالأخلاق وحرمة المؤسسة، مع تفعيل قنوات التواصل مع مديرائها ومساعديهم بقصد التعاون في سبيل تنقية أجوائها وخلق مناخ هادئ للتمدرس حفاظا على أمن وسلامة التلاميذ وهيئة التدريس والأجهزة التربوية والإدارية. في إطار نشوة تخليد هذه المناسبة، فإن موظفي الأمن بهذه المفوضية وهم يستحضرون الدلالات العظيمة لهذه الذكرى العزيزة تعد مظهرا بارزا من مظاهر استرجاع السيادة الوطنية، لا يذكرنا بكل امتنان وإجلال روح مؤسسها الأول أبو الأمة المغربية جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، محرر البلاد وباني أسس وحدتها الترابية، ويذكرنا كذلك بكل خشوع وعرفان روح راعيها الأمين فقيد الأمة جلالة الملك الحسن الثاني رضوان الله عليه،
الذي شمل بعطفه الذي ترعرع بذلك في أحضان المدرسة الحسنية بكل اعتزاز وافتخار، وها هي اليوم يرعاها وارث سره جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فات يعمل جاهدا منذ تقلد عرش أسلافه الميامين على الدفع ببلادنا قدما إلى معارج الرقي والازدهار ووضعها على نهج التطور والحداثة كدولة عصرية نموذجية ديمقراطية تصون حقوق الأفراد والجماعات. أيها السيدات والسادة، لقد تميزت السنة الماضية وبداية هذه السنة بتحقيق نتائج جد إيجابية في محاربة كل أشكال الجريمة بالمدار الحضري لهذه المدينة، وإليكم بالأرقام حصيلة هذه المفوضة منذ 16 ماي 2013 إلى غاية يومه، والتي تترجم عن عمق المجهودات الصادقة لمختلف مصالح هذه المفوضة في جزر الجريمة ومرتكبيها. القضايا الماسة بالأشخاص، عدد القضايا المسجلة 95، المنجزة 94، نسبة النجاح 99%. القضايا الماسة بالأخلاق العامة، عدد القضايا المسجلة 332، المنجزة 332، نسبة النجاح 100%. القضايا الماسة بالممتلكات، عدد القضايا المسجلة 326، المنجزة 207، نسبة النجاح 64%. المجموع 754 قضية، منجزة منها 633، نسبة النجاح 84%. قضايا المخدرات، عدد القضايا الموقوفة 125، عدد الأشخاص المقدمين بموجبها إلى العدالة 240. ترويج ومسكر ماء الحياة والخمور بدون رخصة، عددها 25، وعدد الأشخاص المقدمين بموجبها 38. عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة 1477، من بينهم 279 شخص مبحوث عنه. أما فيما يتعلق بمسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فقد أبلت عناصر هذا القسم البلاء الحسن في الاستجابة الفورية على مدار الساعة لكافة الطلبات المرتبطة بهذا الشأن، إن على مستوى بلدية ولاية تيمة أو مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لدائرة ولاية تيمة، حيث تم في هذا الصدد إنجاز ما يناهز 34676 بطاقة وطنية. للإشارة ولضمان تقريب هذه الخدمة المرفقية من ساكنة الجماعات البعيدة عن مركز المدينة، فقد تم تصدير برنامج مسبق تم خلاله انتقال وحدة مكونة من موظفين تابعين لمصلحة البطاقة الوطنية إلى هذه المناطق لتسهيل إنجاز البطاقة الوطنية لهذه الساكنة، والتي بالمناسبة لقيت استحسانا واسعا من لدن المرتفقين وممثلي الجماعات الترابية. وفي نفس الإطار، فقد اعتمدت هذه المفوضية مقاربة تشاركية مع مدراء الثانوية التأهيلية لمدينة ولاية تيمة، كان هدفها هو تسهيل مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني لفائدة التلاميذ المقبلين هذه السنة على اجتياز امتحانات البكالوريا، حيث تم إنجاز الشواهد الإدارية المتعلقة بالإقامة ثالثها عملية رفع البصمات خلال فترات تم تخصيصها لهذه الفئة، آخذين بعين الاعتبار جداولة مزمنية حتى ننبك عملية الدرس. كما لا أدع هذه المناسبة تمر دون أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى كافة السلطات المحلية والقوات العمومية من درك وقوات مساعدة، إلى جانب أفراد الوقاية المدنية على التعاون المثمن الذي يجمع بيننا في الزمان أو في المكان. لا يفوتني أن أوجه الشكر الموصول لمؤسسة النيابة العامة سواء بمدينة ولاية تيمة أو بمدينة تارو داند وأكادير على رحابة صدرها وتعاملها المتواصل مع كافة ضباط الشرطة القضائية العاملة بهذه المفوضية، وذلك من خلال الإفادات القانونية والمصدرية التي توجه بأعمال السلطة القضائية دون كلل أو بخل. هذا دون أن ننسى الشكر الجزيل للمجلس البلدي لمدينة ولاية تيمة، بدءا من رئيسه مرورا بكافة الفرقاء والمنتدبين الجماعي المشكلين لهذا المجلس، ووصولا إلى باقي موظفي وأطر بلدية ولاية تيمة
على العون الذي يقدمونه لهذه المفوضيه. كما اتوجه بالشكر الجزيل الى مختلف رؤساء المصالح الخارجيه ومن خلالهم الى كافه الاطر الموظفين العاملين تحت امرتهم، وذلك لتجاوبهم الكبير مع هذه المفوضيه. وفي الاخير لا بد من توجيه الشكر الخاص الى الجسم الصحفي بمدينه ولاية تيمة، سواء المنابر الاعلاميه المتكونه المكتوبه او المسموعه او الالكترونيه، على الاشعاع الذي تعطيه لمفوضية الشرطه بولاية تيمة، وذلك بمهنيه وصدق، وكذلك على تواصل دائم معنا. كما نشكر جزيلا كافه مكونات المجتمع المدني ومواطني هذه المدينه على تعاونهم الوثيق لاستتباب الامن، الطمانينه والسكينه. وختاما اتوجه الى السيد باشا مدينه ولاية تيمة ملتمسين من سيادته ان يطلب من السيد عامل اقليم تالودانت ان ينوب عنا في رفع ايات ولائنا واخلاصنا الى السده العاليه بالله مولانا امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس، اطال الله او في عمره وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وقر عين جلالته بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملك الامير مولاي الحسن وصاحبه السمو الملك الاميره لاله خديجه، وشد ازره بشقيقه صاحب السمو الملك الامير مولاي رشيد وسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه، انه سميع الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.